كلنا نعلم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة. كما سئل: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام إلا أني أحبك. قال: أنت مع من أحببت. أستغفر الله ما لي من فاتنة ولسعان، لكن قلبي بنار الشوق مضطرب. أف لقلب جمود غير مضطرب. منحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه لا زال في الرغم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. يحشر المرء مع من أحب، ونحن بهذا العمل يعني نعبر ما في خاطرنا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، على هذا العمل يكون شافع لنا يوم القيامة. وما تجدك من بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في ذروة اليتم. لكن قلبي بنار الشوق مضطرب. أف لقلب جمود غير مضطرب. منحت حبي خير الناس قاطبة، برغم من أنفه لا زال في الرغم. وسجلات وأندية وأحرف وقوام، كنا في صمام. منها غبارة لفت قدت، وأبدعت وروت ما قلت للأمم. ربيت جيلا نبيا مؤمنا يقين. وماتت الأم لما أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. رباه تصبر ازدان، ما في وزن في شو وزن، روح على بيروت. يا ربي، ما أعظم هذه الفكرة، وما أعظم هذا الكتاب، وما أروع الناس الذين قاموا بهذه الفكرة. أدعو لهم من كل قلبي أن يجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتهم وحسنات من يشجع الآخرين على المساهمة في هذا المشروع الرائع الجميل. تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي، وما دروا أن حبي صدته بدمي. أستغفر الله ما ليلى من فاتنتي، ولا سعاد ولا الجيران في أضمي. تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي.